أسرع فيروس في العالم والمتسبب الرئيس في الإصابة بحمى الضنك، مصدره هذا البعوض، حيث تشكل هذه الأحواض المليئة بالقمامة مصدراً خصباً لتكاثره، والذي يتسبب بقتل الناس بشكل شبه يومي. تنتشر حمى الضنك بسرعة كبيرة في الحديدة في ظل صعوبة بالغة يجدها المواطنون في تلقي العلاج، فالمستشفيات الخاصة إمكانياتها غالية جداً، والحكومية لا تتسع قدرتها على معالجة كل الحالات المزدحمة فيها. هذه الأيام الكرفس والصفائح منتشرة، خاصة بالأيام منتشرة بشكل قوي، والواحد لما يكون معاه مريض ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ما يقدرش يروح، فين يروح؟ المستشفيات الحكومية الخصوصية مصاريفها كثير وفحوصاتها كثير، ما نقدرش على متطلباتها. بدأ وباء الضنك بالتفشي في منتصف نوفمبر، وتركز أكثر على المديريات الريفية مثل جراح وزبيد، وبحسب مصادر طبية فإن عدد الحالات قلت نوعا ما في الأرياف، لكنها ما زالت تتسع في مدينة الحديدة. بدأت في نصف شهر نوفمبر تدريجيا، وكانت الكثافة أكثر في المديريات خارج مدينة الحديدة، وأكثرها كانت في الجراحي وزبيد والقناوس والزيدية. مع مرور الوقت خفت أو قلت الحالات نوعا ما بالمديريات الريفية، وزادت الحالات في وسط مدينة الحديدة. ومع أن تفشي الوباء بدأ عام 2010 وزادت حدته في 2016، إلا أن السلطات المحلية التابعة لميليشيا الحوثي لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة والكافية لمكافحة الضنك. وبحسب مسؤول في قسم الصحة بالحديدة، فإن محاولات تمت لردم بعض المستنقعات التي تشكل مصدراً لتكاثر البعوض. تقارير المنظمات الدولية تشير إلى استمرار انتشار الوباء، ووثقت منظمة الصحة العالمية 271 حالة وفاة في أنحاء اليمن العام الماضي، في ظل تأكيدات محلية بانتشار المرض داخل مخيمات النزوح وبالقرب من الخطوط الأمامية للمواجهات. وتبدو الكارثة أنه وفي ظل الظروف غير الصحية وانهيار النظام الصحي، يواجه اليمنيون بدعم دولي محدود وباء الضنك، الذي يصنف ضمن 10 تهديدات للصحة العامة على مستوى العالم.